بلاد مبارك قال مش هيزورها كانت دولة إسرائيل. سمعته بيتكلم أبو غزالة بيقول لأبو غزالة أمريكا مش طايقاني علشان عايزين ياخدوا منا راس بنات قاعدة. أنا ما بديش قاعدة حتى، لا أمريكا ولا روسيا، ما ببيعش أرض لحد، أمريكا قرفانة مني والله بالبلدي كده بيقول له. بيقول له أمريكا زعلانة مني وأنا بيكرهوني علشان قاعدة راس بنات. القاعدة دي عايز أقول للناس إنه دي قاعدة بحرية جوية، ده عبارة عن مطار في ميناء، ميناء ومطار في حتة اسمها برنيس اللي هي راس بناس على حدود المصرية السودانية، تبص على البحر الأحمر. القاعدة دي قاعدة كبيرة أمريكا عايزاها. أمريكا أنا سمعت إن عندها قاعدة تانية في الجنوب أكتر، لكنها عايزة دي كمان عشان تشرف على البحر الأحمر اللي داخل والخارج منه. هو قال لأ، ببساطة لأ، ما بديش قاعدة حتى. وأكتر من كده كمان سمعت إنه مرة في ضمن الطلعات برضو قال له أنا أمريكا غضبانة مني عشان بنوع السلاح، مش عايز أكون تابع لأمريكا على طول وأخد السلاح الأمريكي بس، لأ أنا باخد من الصين وباخد من فرنسا الميراج وباخد من الصين الإف 6 اللي هي الميج 21. أنا مش عايز تمسكني أمريكا وتقول لي قطع الغيار الطيارات الأمريكان اللي عندك مش هديها لك، وهو ده اللي حصل. دلوقتي أمريكا بتهدد مصر إنها قطع غيار الأباتشي وصيانة الأباتشي مش هتعملها. اللي عرفوا إن الأمة بتخاف على ولادها أكتر، لكن ده لأ. طب هل أفصح لكم الرئيس مبارك بشكل ودي؟ لا، كان في مرة كده عن رغبته في ترك الحكم، ترك بالنسبة على إن الرئيس مبارك أفصح لنا على ترك الحكم ولا لا. ردي على هذا الكلام كانت انا فاكر سنه 95 في مره في طلعه من الطلعات اللي طويله برضو، جه قال لنا انا زهقت من الرئاسه، الناس فاكره اني مبسوط، ده انا اقصى حاجه ليا بروح دار القوات الجويه عشان اقعد مع الطارين، لان ما فيش امن ولا امان عليا ولا اسرتي، انا مش عايش مبسوط، لانه نفس الخلق والمناظر اللي بقعد معاها في اجتماعات يا الا مباحثات يا الا مع مراتي ولادي في ايه في حته، لكن انا عايز اطلع اقعد في وسط الناس في جناين اطلع اشوف، لكن انا اتمنى اترك الحكم. لكن انا عارف ليه الرئيس مبارك عايز